الشيخ زارب بقلم يوسف السباعي. قبل أن أقص عليك قصته، تعال معي نقول جولة في وجهه رويدا رويدا، حتى لا نضل بين الأخاديد والتجاعيد والوهاد والنجاد. لنبدأ من فوق لتحت، من أعلى قمة له، حيث يقوم طرف زر بلا زر، قصير أشبه بعقب السيجارة، يعتلي طربوشا ليس به من سمات الطرابيش إلا هيكله المنهار الجوانب المطبق الجدران. أما اللون فأسود أغبر، تكون من خليط من تراب وعرق، واللهبط بعد ذلك إلى وجهه، فنستقر على جبينه برهة، حيث يصادفنا أول نتوء في منتصف الجبين، نتوء أشبه بكلو وارم منتفخ. رفعت عنه حافة الطربوش التي بدأ من أسفلها شيء أشبه بحرف طاقية بيضاء أو منديل رأس يعصب به الرجل رأسه حتى لا يكبس ذلك الطربوش على نافوخه. وتمر بالنتوء البارز أخاديد متعرجة متوازية تنحدر يمينا وشمالا في جبين الرجل حتى تصل إلى الأذنين. يقطعها من أسفل أخدودان رأسيان يمران بين العينين ويستقران على أعلى الجبهة في وجه الرجل. والنتوء من أهم الظواهر في جبين الرجل، وهو لا يستمد أهميته هذه من هيئته الطبيعية بل من قيمته المعنوية، فهو بمثابة مواهب ومستندات وشهادات على ولاية الرجل وإدمانه الصلاة والعبادة والسجود. إن هذا البروز هو زبيبة الصلاة وآية الورع والتقوى. لنعبر زبيبة الصلاة أو كل التدين والولاية ولنهبط بين العينين، فنستقر على أرنبة الأنف ولنقلب البصر ذات اليمين وذات اليسار بين العينين والأذنين. فأما الأذنان فعريضتان كأنهما جناح خفاش أو أذنا حمار، وأما العينان فمن الجور أن نسميهما عينين، فهما لا تعدوان أخدودا أكثر عمقا يتمم أخاديد الجبين، ولولا ارتجاف في الجفن بين آورة وأخرى، ولولا تعودنا أن نجد عينين في هذا المكان من الخلقة الآدمية لما اعترفنا بعيني الرجل ولما أحسست لهما وجود. أما وقد توقفنا أمامهما واعترفنا بوجودهما فليس هناك بد من التمعن فيهما والتحقق في أوصافهما. الرموش أو بقايا الرموش دائما مسبلة والجفون مغلقة مطبقة، فإذا ما فتحت دفعت إلى الذهن قول شوقي مقروح الجفن مسهده. فلا أظن أن هناك مثلا أفضل منه للجفون المقروحة الدامية الذابلة، ويعلم الله أمن سهد قرحها أم من رمض. على أي حال، إن الرجل من أولياء الله وعشاق الرسول، فهو والحال كذلك يدخل في زمرة العشاق، وسهد العشق لا يستبعد على مثله. فإذا ما تركنا العينين إلى الأنف وجدنا أنفه هيئة ضخمة محترمة تشغل من فرط عرضها وضخامتها ثلثي مساحة الوجه، وهو من حيث الشكل أشبه بالطربوش السابق الذكر، ليس له هيئة محدودة بل منبعج مفرطح مليء بالمسام والشعيرات. فإذا هبطنا من الأنف وجدنا أنفسنا قد استقررنا فجأة على الشفة العليا، أو بتعبير أصح الحافة العليا للفم، دون أن نعبر المسافة المفروض أن توجد بين الأنف والشفة التي ينبت فيها الشارب في الوجوه الآدمية الأخرى. ويعلم الله إذا كانت لتلك المنطقة المستترة وجود في وجه الرجل أم لا وجود لها، فإن طرف الأنف قد تدلى حتى أخفى ما وراءه، فبدأ شارب الرجل وكأنه قد نبت من طاقتي أنفه.
واختلط بذقنه البيضاء الشعثاء الهابطة من شحمتي الأذنين إلى منتصف الصدر، والتي يحيط بها المستند الثاني لولاية الرجل، وهو المسبحة المعلقة حول عنقه المدلاه على صدر. استرح برهة وخذ نفسك، فأغلب ظني أن الملل والتعب قد أصابك من تلك الجولة المنهكة في هذا الوجه المقفر الخرب. لا تريد أن تستريح؟ ذنبك على جنبك، هيا بنا وراء الرجل لنرى إلى أين نذهب. إن اليوم لديه يوم مشهود، فقد ارتدى بدلة التشريف الكبرى وأخفى هلاهيله بعباءة فضفاضة حمراء خضراء، وأمسك في يده عصا المرشالية، وهي أشبه بالعصا التي تستعمل في تنظيف الأسقف التي توضع في نهايتها رأس العبد، لا تختلف عنها إلا في أن زعرب استبدل بالعبد كلمة الله منقوشة على صفيحة أشبه بشخشيخة تتدلى منها شرابة كأنت فيما مضى دكة لباس. لنذهب وراءه حتى يستقر المقام بنا وبه في أرض الغفير، حيث الاحتفال بالمحمل. الميدان فسيح، قد اصطفت في منتصفه قوات الجيش ما بين فرسان ومدرعات ومشاة، والجنود متأهبة والمدافع منصوبة كأننا في ميدان قتال. والنداء يعلو من مكبر الصوت، فتهتز الأسلحة وترتفع وتنخفض، والله وحده يعلم ما سرت كل هذا بالمحمل. لننتظر. أين المحمل؟ وأين الشيخ زعرب؟ ها هما هناك في أحد أركان الميدان، وأمامهما صفة السرادقات المقامة في واجهة الميدان، وقد تكأكأ فيها حشد من القوم يتطلعون بأبصارهم في لهفة إلى لا شيء، وتشوقون إلى مشاهدة ما سبق أن شاهدوه عشرات المرات بلا تغيير ولا تبديل. وتبدو بضعة جمال، بينهما جمل مصبوغ بالحناء وقد وضع على رأسه منفضة، أي والله منفضة ريش لا تختلف قيد أنملة عن المنافض التي يزيلون بها التراب عن الأثاث، ويأخذ الجمل في البعبعة والكركرة، ثم يجذب قائده مقوده إلى أسفل ويبركه على الأرض، ويأخذ طابور من جنود بلوك الخفر المرتدين الفانيلات الصوف البني في حمل الهودج المستقر بجوار الجمل ليضعوه على ظهره ويثبتوه به. ويرفع الجنود الهودج بعد أن يحيطوا به من كل ناحية في الوقت الذي ينطلق فيه الصياح من حناجر طقم المحمل، منشدين بصوت نشاز بضعة أناشيد لا يفهم لها معنى، ملتفين حول الجمل البارك، وبينهم الشيخ زعرب يهتز مترنحا وقد رفع عقيرته بالغناء. يظن الهودج يتمايل بين يدي الجنود وهم يحاولون تثبيته على ظهر الجمل، والثلة العجيبة من الأولياء وأهل الله تترنح وتتمايل وتنعق فاغرة أفواهها كالغربان، وقد تكون منهم خليط مضحك يعجز أقدر المسارح الكوميدية عن إخراج مثله. ففي خلقهم عجب، وفي لبسهم عجب، تراهم ما بين أكرش منبعج وهزيل النحيل، وأعرج وأكتع وأحدب وأعور، قد غطوا أجسادهم بعباءات صفراء، ووضعوا على رؤوسهم عمائم بدت في مجموعها أشبه بقوس قزح، فهذا قد لف عمامته بشال بنفسجي، وذاك بشال فستقي، والآخر بشال أحمر إنجليزي. وينتهي القوم من تثبيت الهودج على الجبل، عندما تسمع في الجو أصوات صفافير وفرقعة موتوسيكلات، ثم تبدو عربة حمراء فخمة أنيقة، وينطلق صوت المكبر آمرا الجنود: سلام نائب الملك. فترتفع الأسلحة وتنخفض، وتبدأ المدافع قصفها والموسيقى عزفها، ويقف زعرب وسط جمهرة الأولياء يقلب البصر فيما حوله، ثم يرفع شفته السفلى اشمئزازا ويهز رأسه عجبا. كل شيء كما هو، لا جديد في ميدان الغفير ولا في غير ميدان الغفير، ما زالت مصر بلد العجائب والمتناقضات.
وهذا الخليط في ميدان الخفير خير شاهد على ذلك، فداخل السرادق وخارجه يبدو أكبر تناقض يمكن أن تقع عليه عين. داخل السرادق تصطف الحكومة المصرية الفاخرة، وخارج السرادق يحتشد الشعب المصري غير الفاخر ويأخذ المحمل في الاستعداد للتحرك، وتصطف أمامه صفوف من الجند بالملابس البيضاء ويعلو صوت المكبر صائحا: سلام المحمل، سلاح، سلام. وتصدح الموسيقى ويبدأ المحمل سيره في لفة ضيقة، وقد صار وراءه موكب من الجمال يعلوها نافخ المزامير وبعض المشاه من أولياء الله، واندس بينهم الشيخ زعرب. وبدأ الشيخ زعرب يعد اللفات في سره، طبعا سيلف المحمل 7 لفات كما يفعل كل سنة. عجبا، لما كانت 7 وليست 6 أو 8؟ هذا شيء علمه عند أهل الدين. ولكن ما السبب لأن يلف المحمل حول نفسه في ميدان الغفير؟ وما السبب في وجود كل هذا الجيش؟ علم ذلك عند الله وحده. ويبدأ قصف المدافع، والشيخ زعرب لا يخاف شيئا كهذا الدوي، فهو يذكره بأيام الغارات. وأخذ جسده ينتفض عقب كل طلقة، وأخذ يرفع بصره مستنجدا بالمحمل، ثم انتقلت عيناه من هودج المحمل إلى الهياكل الخشبية التي وضعت عليها الكسوة الشريفة، وقد طرزت عليها بالقصب آيات قرآنية كتبت بخط جميل تشابكت حروفه. وهز زعرب كتفيه في عجب وسأل نفسه: ماذا يضيرهم لو كتبوها بطريقة مقروءة؟ أم تراهم كتبوها غير مقروءة من أجل الذين لا يعرفون القراءة؟ وانتهى المحمل من لفاته 7، وبدأت القوات العسكرية تتحرك للمرور في الاستعراض، ووقف زعرب يرقب ذلك الجمع الهائج المائج، وشرد به الذهن إلى زمن مضى يبدو له غير بعيد، كأن السنين الغابرة التي تفصله عنه قد تقلصت وانكمشت، فبات منه على قيد ليالي وأيام، وبات أقرب إليه من أمسه القريب. كان أول عهده بالمحمل منذ 50 عاما، وقد جلس يرقبه من طابونة أبيه في حي الحسين، وكان الناس قد تكأكأوا في الشوارع حتى لم يبقى هناك موطئ لقدم، واشتد الزحام في النوافذ وفوق الأسطح حتى بات الناس كأنهم ذباب حط على قطعة حلوى. وبدت بشائر الموكب وظهر المحمل يتهادى، ووراءه المزامير تنفخ والأناشيد تتلى والدعوات تتعالى، وبين تلك الأصوات المختلطة كان يعلو صوت صرخات حادة، وأخذ زعرب يبحث عن صاحب الصوت حتى وقع بصره على مخلوق عجيب قد لف في أسمال حمراء خضراء صفراء زرقاء بيضاء سوداء، وأحاط عنقه بقلائد من الودع وصغار المحار، وأخذ يقفز ويتواثب ويتراقص وراء المحمل صارخا بأعلى صوته: أنا في جاه النبي. وسأل أباه عن هذا المخلوق الراقص الصاخر، فأجابه بأنه الشيخ كتكوت أحد مجاذيب الحسين، وهو رجل به هفة تدفعه كل عام إلى أن يعدو وراء المحمل بهذه الهيئة، ولا يهدأ له بال حتى يشيع المحمل إلى نهايته. وتعود بعد ذلك أن يرى الشيخ كتكوت كل عام وهو يعدو وراء الموكب مستغيثا بجاه النبي، وانطبعت صورة الرجل في ذهنه على هيئته تلك، ولم يعد يتصور أن الرجل يمكن أن يكون إلا على هذه الحالة من العدو والصياح. حتى كان ذات يوم وقد جلس في الطابونة بجوار أبيه يرقب أقفاص العيش الخارجة ويرصد الحساب الداخل، ويأمر وينهي بين الخبازين والفرانين، عندما سمع عواء أشبه بعواء كلب جريح وصيحات متتابعة: حرامي! وترك مقعده واندفع إلى خارج الطابونة يتبين جلية الأمر، فإذ به يرى الشيخ كتكوت يعدو، ولكنه كان هذه المرة بلا محمل يتقدمه، بل بموكب من الرجال والصبية يعدون وراءه ينهالون عليه بالعصي والطوب، وهو يطبق بجنون على رغيف في يده ويصيح بأعلى صوته كما تعود أن يصيح: أنا في جاه النبي. ولكن
كان هناك في هذه المرة ما يستحق الاستغاثة. وتكاثر القوم على الشيخ كتكوت يحاولون نزع الرغيف من يده، منهالين عليه بالسباب والشتائم. وكان الرجل قد بلغ باب الطابونة ولم يجد ملجأ سواه، فانحرف فيه فجأة مختفيا داخل الطابونة مبتعدا عن مطاردة الناس له. وتكعكأ القوم على الباب، ووقف زعرف في طرقهم يمنعهم من الدخول، وصاح به أحدهم: امسك الشيخ كتكوت الحرامي المجرم، لقد رأيته بعيني يسرق الرغيف من فوق القفص. وبلا تفكير مد زعرب يده إلى أحد الأقفاص المرصوصة في الداخل وأعطاه للقوم، وصاح بهم: ما هذا الضجيج؟ إن الرجل لم يسرق شيئا، هاكم الرغيف المسروق، انصرفوا وشأنكم. وتفرق القوم مخزولين محصورين، فما كانت المسألة مسألة رغيف، بل كانت رغبة في الأذى وحبا في الشر. والتفت إلى الداخل فوجد الشيخ كتكوت يقف وراء كوم من الأقفاص وقد أبق بأسنانه على الرغيف يقدمه بنهم وعجلة، كأنما يخشى أن يستعيدوا منه القوم. ومضت عليه برهة وهو في مكانه لا يريد الانصراف، أو كأنه قد أضحى في مأمن لا يود تركه. ولكن زعرب أنبأه أنه يستطيع الانصراف بالرغيف آمنا مطمئنا دون أن يخشى شيئا، وعاد إلى داخل الطابونة. فسأله أبوه عما هناك، فأخبره بما رأى وما فعل، واستحمقه أبوه وانهال عليه باللوم والتقريع، وأنبأه أن هذا الرجل الذي أحسن إليه بالرغيف لا يستحق الحسنة لأنه يملك آلاف الجنيهات جمعها من التسول، إنه يعرف تمام المعرفة، وأنه إنما يدعي الجوع والفقر ليأخذ ما يريد. وأصر على أن يخصم ثمن الرغيف من مصروفه حتى يعطيه بذلك درسا لا ينساه. ومرت السنون واختفى المحمل، واختفى معه الشيخ كتكوت، ومات أبو زعرب وآلت إليه الطابونة بما فيها، وأضحى هو صاحب الأمر والنهي، وأثمر فيه درس أبيه، فلم يحاول أن يحسن قط، بل كان كل همه هو جمع المال، وانتعشت أعماله، وزاد رزقه واتسعت موارده، وبلغ أوج مجده وارتفعت قمة غناه، واطمأن إلى الدهر حتى خذله الدهر فجأة، عندما حدث حريق في الطابونة ذات ليلة، فأتى عليها وأودى بما فيها، وأصبح عليه الصبح التالي فإذا بها خليط من هشيم ورماد. وكانت صدمة مروعة عنيفة لم يفق منها حتى الآن، وانحدر به الحال حتى بات لا يجد له مرقدا ولا مأوى إلا على قارعة الطريق بجوار الحسين وسط تلك الثلة من المجاذيب والأولياء. وهكذا دخل في زمرة المجاذيب، وطبعته السنون بطابع أولياء الله، وأنبتت له الزبيبة السالفة الذكر، واتخذ مكانه المختار على مصطبة قيل لها أنها كانت من قبل لرجل يدعى الشيخ كتكوت، كان من أولياء الله الصالحين، لم يرتكب في حياته سيئة أو يفعل منكرا، سوى أنه سرق رغيفا ذات مرة عندما ضاق به الحال حتى أوشك أن يموت جوعا. وصاح زعرب بمحدثيه: إن الشيخ كتكوت لم يسرق، فقد رد الرغيف إلى أصحابه، ومن أدرى بذلك سواه. ووجد زعرب نفسه يسير في ذلك الطريق الذي سلكه سلفه الشيخ كتكوت، ولم يكن الاحتفال بالمحمل يعود إلى سابق عهده بعد طول اختفاء، حتى اتخذ زعرب مكانه وراء الموكب يعدو راقصا صائحا: أنا في جاه النبي. وعاد زعرب إلى نفسه وأفاق من شروده عندما بدأت المدافع تطلق تحية لنائب الملك وهو يهم بالانصراف، وتحركت العربة الفخمة تليها بقية العربات في عجلة وتزاحم كأنها في سباق، وبدأ الموكب يستعد للمسير هابطا إلى شارع العباسية ثم شارع فاروق. وقد تكعكأ الناس على جوانب الطريق واحتشدوا في النوافذ والشرفات، وأخذ سيل المجاذيب يتدفق وراء المحمل، وانطلقت الزغاريد وتعالت المزامير والطبل البلدي، وأضحى الموكب أشبه بزفة راقصة.
واتخذ زعرب مكانه وسط المجاذيب وبدا في الرقص والصياح عندما مر بذهنه فجاه قول الرسول اني مباه بكم الامم يوم القيامه. وتلفت حوله باحثا فاحصا وحاول ان يجد فيما حوله شيئا يستحق ان يباهي به الرسول، ثم هز راسه متشككا وقال نفسه شد ما اخشى ان نخذلك يا رسول الله. وسرعان ما ابعد عنه خواطره ثم اندفع في الرقص والصياح انا في جاه النبي. واخيرا انتهى الموكب او الزفه ووجد زعرب نفسه يعود في النهايه الى جحره متعبا مكدودا وقد نال منه الاعياء. واحس بقارصه الجوع فما دخلت جوفه لقمه واحده طوال اليوم، ولم يكن يملك شيئا يستطيع ان يشتري به طعاما. ومر بخاطره ان حرفا واحدا من تلك الحروف المختلطه التي طرزت بها الكسوه كان يمكن ان يهيئ له ولعشره من امثاله وليمه فخمه، ولكن من يدري بوجوده او يشعر بجوعه. ووقع بصره فجاه على حانوت للعيش قد رصت في دولاب في واجهه الارغفه وقد اخذ سطحها المنتفخ يبرق متوردا، وخطر له ان يمد يده فيخطف رغيفا، ولكنه تذكر الشيخ كتكوت وتذكر مصيره عندما سرق الرغيف، وتخيل كل سكان الشارع وقد اخذوا يعدون وراءه ويشبعونه ضربا ولطما كانه بسرقه الرغيف قد اماتهم جوعا. ووقف برها يحمق الى الارغفه شارد الذهن غارب البال عندما احس بيد توضع على كتفه وسمع صوتا يناديه تفضل يا شيخ. وتلفت وراءه فوجد صاحب الحانوت بصديريته المخططه وسرواله الطويل وجسده النحيل وقد مد يده الى الدولاب فاخرج احد الارغفه واعطى له، هذا اخر ما كان يتوقعه. واخذ زعرب الرغيف في اطراق وصمت وبدا له كانه يعرف صاحب الوجه من قبل، ولكنه لم يتذكر اين راه ولا من هو. وقبل ان ينصرف زعرب قال له الرجل احضر الي كل يوم حتى اعطيك رغيفا ساجعله راتبا يوميا لك. وتمتب زعرب ببعض الدعوات ثم ادار ظهره وهم بالانصراف، ولكنه لم يكد يخطو خطوه حتى ابصر صبيا يفد على الحانوت ويصيح بصاحبه اعطني قطتين يا معلم كتكوت. كتكوت كتكوت اجل لقد تذكر ان هذا الشبه هو الشبه الشيخ كتكوت بعينه، ان الرجل لا شك ابنه. عجبا، ابعد هذا العمر الطويل يرد الدين بالربح المركب؟ حقا، افعل المعروف وارميه البحر فهو لا شك مردود اليك والى ذريتك من بعدك.